ما حكم أن يأتي المعتمر بأكثر من عمره عنه وعن غيره من الأموات من المسلمين؟ هذا جائز، لكن الأولى أنه ما يكرر العمرة في وقت متقارب، والأولى أن يبقى في المسجد الحرام للصلاة فيه ولتلاوة القرآن وللذكر وللطواف، هذا أفضل أنه يخرج للعمرة ويروح عليه الوقت في العمرة، يفوت عليه صلوات في المسجد الحرام، يفوت عليه اعتكاف، ويفوت عليه طواف. نعم.